مجمل الاسئله اللي اولا وقبل كل شيء قبل بعد ما ندخل الاسئله انا كنشوف القاعه وكنشوف تبارك الله غير الشباب اللي كاتسين معنا اخوات خلالات انا تمنيت كاين موضوع تاع المراه والسياسه كان القاعه يكون فيها 95% تاع النساء الجمعيات كيبقى عندنا الجمعيات ونتفاعل معاهم ربما نخرجوا توصيات غادي يكون الامر اهم معليش مجمل الأسئلة جا فيها ما يلي تراجع الحكومة فيما يخص تمثيلية المرأة العراق التي تعترض المرأة في ممارسة السياسة المناصفة الكوطة كيف توفق المرأة بين العمل السياسي وبين البيت ديالها طريقة النساء اللواتي يمارسن السياسة ما هي الطريقة تاع التقطير لكي يتركن الخلف واش العرق اذا هذه مجمل وجه واحد السؤال توجه لي انا وجهته شي اخت عن المذكره تقول حزب الاستقلال هو متواجد في الاغلبيه ولكن يمارس المعارضه اذا انا غادي نهضر اون جينيرال على هذا الشيء على الاسئله كلها بالنسبه للعرق التي تعترض المراه في المجال السياسي سابدا بالاحزاب فالأحزاب تتحمل الوزر الأكبر حيث غيبت المرأة منذ أزمنة بعيدة في البرامج ديالها والمرأة ولات عندها هي واحد الشعار في الانتخابات هي مجرد شعار مناسباتي ترفعه في الانتخابات للدعاية واستقطاب الأصوات راه لأن النخبة الكبيرة اللي كتمشي انتخابات راهم مستعدين نكذبوا على راسها هذا كلشي كيعرفوا راه اللي كيمشيو اليوم تاع الانتخابات راهم نساء وارجع هنا ونقول كذلك من العقليه الذكوريه وعندما نتحدث عن العقليه الذكوريه ما كنهضروش على الرجال حتى النساء عندهم عقليه ذكوريه حتى المراه كتقول واش انا ننتخب على مراه ننتخب على راجل يعني كاين عقليه ذكوريه تاع النساء هاد العقليه الذكوريه كتبدا في التربيه تاع الابناء واش انا ام حنا هنا امهات واش كنربيو الذكر بحال الانثى نوض جيبي لخوك يشرب عطي لخوك سخري على خوك ما كاينش راه خصنا نرجعو بعيد رجعو للتربيه رجعو للطريقه تاع التربيه تاع الذكور والاناث كاين اذا هذه في مجال التنشئه كاين النظر للمراه الرجل المغربي والعربي بصفه عامه والاسلامي كينظر للمراه على اساس انها واحد الجنس بيولوجي تولد وتربي وصارت عندنا كنت تغسل وتصبر وتنفض اذا ارتبط لك هذا يعني التصقت بهذا المجال تاع العمل عائق اخر اللي هو العمل اذا بغينا المراه نشجعوها ونخرجوها للسياسه وهي نخرجوها من البطاله والتهميش اذا الا كان المراه عندها دخل غادي تصبح متحررة من الأخ اللي كيصرف عليها ولا الزوج ولا الابن ولا المهم الرجل كيصرف عليها أنا ذا غادي تثبت الذات نتاعها وغادي دير داكشي اللي بغاتو إذا العمل الكبيرة ونمشيو للقرى نهضرو على المرأة في القرية المرأة في القرى الأمية 48% نتاع الأمية المرأة في القرية هي اللي كدير كلشي هي اللي كتحفظ هي اللي كتسقي هي اللي كتخزن هي اللي كتربي هي اللي كدير كل شيء اذا العقليات السائده هي اللي خلات المراه ترجع للوراء وكتقول السياسه ماشي نتاعي السياسه نتاع الرجال هي بعقليتها الداخل اصبحت يعني في مخها الداخل بلي السياسه حق على الرجل ما عندها ما تنجم تمشي دير السياسه قلت أديت بالأحزاب ويلقوا عارقين وما أصعبها الرجل يحارب في الحزب المرأة واحد المحاربة شرسة لأنه توالف بأن غير هو اللي كاين في الميدان السياسي إذا المرأة هي غادي تجي وغادي تدير له بلاصتو وغادي إذا أنا كنرفع دائما واحد الشعار كنقول علينا أن نغير العقليات قبل تغيير القوانين واخا نغيرو حنا غيرنا القوانين ها هو جاي في الدستور كاين المناصفه كاين احنا غادي نهبطوا هاد المناصفه نهبطوها لارض الواقع
واش غادي نسمحوا لذوك النساء اللي جبناهم يولجوا لمراكز القرار؟ واش غادي نثقوا فيهم ونخليوهم يسيروا الشأن المحلي والشأن العام؟ حنا هنايا في البلد ديالنا حنا 7 المستشارات، الاخت راه معايا مستشارة مكتب فيه 10، ما عندناش امراه سير، ما كايناش امراه سير. نجيو لمجال العمل، غير مجال العمل ناخذ مثلا التعليم الذي انتمي اليه وللشرف ان اشتغل فيه، 33% هم نساء في ميدان التعليم. يوا يلاه معايا ونظروا وجدا كامله ونشوفوا شحال المدير كاين، شحال المراه مديره في المؤسسات نتاع التعليم. ما كاينش، ما زالت المراه تحت هيمنه وسلطه الرجل. ما زال الرجل راه باش نبدلو خص الرجل يخرج شويه من من من, من هذه الهيمنه هذه، خصو هو يقتنع. انا كنقول في واحد المثال، وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، انا كنقول بجانب كل امراه عظيمه رجل عظيم. خص الرجل يقتنع ويمسح لها المجال. السياسه متعبه الاخوات والاخوان ومضنيه. انا كنعجن وكنطيب وكنبكي الخشب وكنبكي الجبل وكنقعد بكري وكنجي ندير السياسه وكنمشي للحزب نجي طلع 10 و12، يعني منهكه. واش الراجل يعني المراه المفروض تمشي تدير السياسه وتعاودي يعاونها في تربيه الابناء ويعاونها في السوق ويعاونها دابا حتى الرجل المغربي انسان خلى الدور نتاعو، خلى المراه كل شيء، هي تمشي للسوق، هي تقرا الولاد وتحفظهم، هي تدير كل شيء. اذا بغيتو فعلا عندكم دخل في القرار نتاع النفس نتاعكم، بغيتو تحققوا الدستور وما جاء به وتحققوا التنميه، صدقوني كاينين ربما كاينين نساء اللي كيشفوا ولا نساء ما كيسواوش ولا كاين ماشي ما كاينش، ولكن قله قليله. المراه نظيفه، المراه عندها اخلاق، المراه ما تشدش الرشوه، المراه كتحشم، المراه كتشوف. مني انا في الشان المحلي انا ما كنقفلش تليفوني الزوج اللي لا عيطوا لي الناس كيلقاوني بجنبهم. علاش؟ لانني كنحس، انا ملي كنفوت الشوارع وكنشوف الشباب كنتالم لان كنشوف فيهم ولادي. اذا المراه جديره بالثقه، جديره انكم تعطيوها الثقه وتشجعوها وتزيدوا بها الى الامام والى ممارسه الشان المحلي والشان العام. ملي كنرجعوا للحكومه وكنهضروا على مراه وحده في الحكومه، سمحوا لي الاحزاب، الاخت اللي سبقتني قالت الاحزاب تقدم نساء، حزب العداله والتنميه كم قدم من امراه؟ قدم لنا امراه وحده في الحملات الانتخابيه في الانتخابات نتاعو، كنا كنسمعوا الثلث في افق المناصفه. وخويا السيد رئيس الحكومه المحترم كنا نراهن عليه، عطينا 6 ولا 7 تاع النساء، عطينا 6 تاع النساء وضغط على الاحزاب الاخرى تحط لك نساء، لان الدستور عطاك صلاحيات، الدستور عطاك صلاحيات كبيره. اذا كان عليه يطبقها ويفرض عليهم. حتى اللجنه اللي كانت كتحاور، اللجنه اللي كانت كتهيئ للحكومه كانت ذكوريه، ما كانتش فيها مراه. لو كان كانت مراه غادي تهضر، غادي تقول خصنا نساء ونمشيو ولا نمشيو للكفاءات. عندنا كفاءات في جميع الاحزاب، حيث العداله والتنميه بنفسه عنده كفاءات كبيره جدا في النساء. كان عليه يقدم، لو كان قدم كان هو جبناء الاحزاب كان جبناء، اذا هو يكون اشجع منه. كان عليه يقدم نساء عندهم كفاءات وجميع الاحزاب فيها كفاءات. هذه من جهه، من جهه تاع الكوطات تكلمنا عليها، ولكن الاحزاب الدول المتقدمه واستعملت الكوطة باش وصلت انها تقدم نساء على رؤوس لوائح. انا هنايا كنهضر كنقول للنساء انهضوا، والاحزاب تعطينا الفرصه انهضوا الميدان وترشحوا والدولة تعطينا دعم ويتقلع ما تبقاش الفلوس في الانتخابات وتكون الشفافية في الانتخابات ونهضوا الانتخابات. الرجل المغربي بدأ يؤمن بالمرأة، وأنا في العمل تاعي الجماعي أحسست بهذا. وعطاري ما كتبلعش، الرجال كيدقوا عليا في الليل وفي النهار وكنتعامل معاهم وكنحب، والأمور وحتى الإدارة المغربية تتعامل مع المرأة. منين كتعرف اللي كتعرف بان المراه الا جات عندك كتبعك انا باش تحل شي مشكل راه ما تطلقش، انا ما نطلقوش حتى يحل لك المشكل، وعارفه بلي ما جاتش الرجل تحل لك المشكل. الرجل المغربي بدا يثق في المراه، نعطيو الفرصه للمراه. الاحزاب خص يوقع عليها واحد الضغط باش في اللوائح
كنعطي المثال تاع العمل ديالي هذا تقدير انا فاقدر نساء اخريات بالعمل تاع الميداني. المراه ملي تكون في السياسه خصها تهود الميدان، فالحقوق لا تعطى، تؤخذ بالقوه، والقوه في السياسه ماشي هي السلاح، وانما قوه عمل منظم ومركز في الميدان. الديمقراطيه، القوه الديمقراطيه هي عدد الاصوات. غادي نرجع للسؤال الذي طرح عليا بالنسبه للمذكرات حزب الاستقلال. الاخت تتساءل وتقول لماذا حزب الاستقلال يمارس يشارك في الاغلبيه الحكوميه، ومع ذلك منذ ان ترأس حميد شباط أمان العام لحزب الاستقلال وهو في المعارضة. إذن غادي نهضر على هذه المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال. حزب الاستقلال ومن خلال مجلسه الوطني واللجنة التنفيذية واللجنة المركزية ديالو، عندما شارك في الحكومة الحالية استند على الظرفية التي يعيشها البلاد، فالبلاد تعيش واحد المرحلة دقيقة جدا، ونريد أن نحافظ على السلم الاجتماعي، فنحن كلنا نعرف المحيط الإقليمي الذي يعيش فيه المغرب. وبالنسبة للانتقاد، أي عمل إنساني كيفما كان فهو معرض للانتقاد والمراجعة والملاحظة، خاصة إذا كان في تسيير الشأن المحلي. حزب الاستقلال من حقه أن يمارس الانتقاد من داخل الحكومة. حزب الاستقلال ملي يشوف قبل ما نمشي احنا المغاربة، عندما أعطينا المغاربة أن نعطوا الصوت تاعهم لحزب العدل وأن يعطوا أغلب الأصوات، كانوا يراهنون على ماذا؟ يراهنون على الشغل، على الصحة، على التعليم، على السكن، على توفير الحياة الكريمة، على إصلاح التقدم. عمل الحكومة تميز بالبطء وبالارتباك. هنا حزب الاستقلال خرج وبدأ في انتقاد الحكومة وبدأ يعارض الحكومة. غياب التنسيق مع الأغلبية، اتخاذ قرارات تجارية. إذا حزب الاستقلال حقه، حزب الاستقلال عنده برنامج انتخابي. وراه الناس كتستنى شنو غيدير لها، راه عنده برنامج انتخابي ديالو، وهو كيشوف بانه في اغلبيه في حكومته ولا مكانه له، اذا من حقه باش يخرج وينتقد ويعارض الحكومه. حزب الاستقلال وجوده في الحكومه لا يمنعه منه، وسيبقى في الحكومه، نحن سنبقى في الحكومه، لاننا حريصين كل الحرص على انجاح هذه التجربه، لاننا ضمير الامه، وسنبقى بداخل الحكومه لكي ننقذها من الخطر. صندوق المقاصه، حزب الاستقلال اليوم عنده واحد تصور لاصلاح صندوق المقاصه، وحزب العداله والتنميه جا قال لنا باللي عندنا غادي صندوق المقاصه غادي نقلعوه. راه من 1941 ملي تنشا صندوق المقاصه، ما تنشاش باش يدعم الطبقه الفقيره. صندوق المقاصه انشئ لاراد تدعي المواد الاوليه اللي هي المحروقات، وهي السكر، وهي الطحين، وهي الغاز. ملي يجي حزب العداله والتنميه ويقول غادي نقلع هذا الدعم وغادي نوجهو لجوج المليون المغاربه، قولوا لي شكون هما هاد، واش المغربيين جوج المليون الفقراء؟ واش الطبقه المتوسطه شنو غيصرالها ملي غادي نقلعو الدعم على المواد الاوليه؟ الطبقه المتوسطه اللي عنده 3000